نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على المرجو وداريه، جبهات ساخنة في الصقيع، حملة أدركوني، مشروع غذاء الأطفال في الغوطة الشرقية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأيام الماضية. الأربعاء، استشهاد 9 مدنيين وإصابة نحو 25 آخرين نتيجة سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا مجهولة المصدر على أحياء بالعاصمة دمشق. الثوار يتصدون لمحاولة ميليشيا الأسد التقدم في مزارع حرست القنطرة بمنطقة المرج. غارات جوية روسية وقصف صاروخي ومدفعي على حاروش ودير العصافير بمنطقة المرج. الثوار ينفذون عملية انغماسية على طريق دمشق حمص أسفرت عن السيطرة على نقاط جديدة وتدمير مدرعة وقتل ما يزيد عن 23 شبيحا. قصف بالصواريخ الحاملة للقنابل العنقودية على مدينة دوما بالتزامن مع غارات جوية أدت لارتقاء 8 شهداء. شهداء وجرحى جراء غارات جوية على بلدة مسرابة. الثوار يسترجعون نقطة كانت ميليشيا الأسد انتزعتها على الجبهة الغربية لدارية ويقتلون عددا من عناصر الميليشيا. الثوار يقتحمون أحد مقرات تنظيم الدولة في مدينة جيرود بمنطقة القلمون ويغتنمون أسلحة وذخائر. استشهاد مدني برصاص عناصر حزب الله اللبناني بالقرب من حاجز المحكمة في الزبداني. الخميس، 3 شهداء وعدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء في مدينة دوما جراء تعرض المدينة لقصف بصواريخ عنقودية محرمة دولية. غارات جوية روسية على مدينة زملكا تحصد أرواح 7 شهداء وتسقط عددا من الجرحى. مجزرة في مدينة عربين راح ضحيتها 12 شهيدا وأكثر من 80 جريحا أغلبهم من الأطفال والنساء جراء غارات روسية. سقوط قذائف هاون على ما يسمى بضاحية الأسد أدت لسقوط قتيل وعدد من الجرحى. حملة اعتقالات تشنها ميليشيا الأسد طالت 10 شبان في بلدة معربة. الجمعة، الثوار يتصدون لمحاولات تقدم ميليشيا الأسد من مطار المرج الرئيسي في الغوطة الشرقية. غارتان روسيتان على بلدة حرزمة تسببتا باستشهاد 3 مدنيين وسقوط جرحى. السبت، شهيدة وجرحى نتيجة قصف مدفعي لميليشيا الأسد على سقبة وعربين وحزة. استشهاد شاب في مضايا نتيجة الجوع. الأحد، اشتباكات على طريق دمشق حمص قتل الثوار خلالها عناصر من ميليشيا الأسد. 10 شهداء وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين بمدينة دوما جراء غارات جوية روسية. اشتباكات متقطعة بين الثوار وما يسمى بجيش تحرير الشام الموالي لتنظيم الدولة في مدينة الضمير. الاثنين، الثوار يستعيدون السيطرة على مزارع في الفضائية وحتيتة الجرش وبالا بمنطقة المرج ويقتلون 40 عنصرا من ميليشيا الأسد. غارات جوية روسية مكثفة على بلدة النشابية وحوش الصالحية أدت لارتقاء شهداء وسقوط جرحى. اتجاه مساعدات إغاثية إلى بلدة مضايا المحاصرة برعاية الأمم المتحدة ودخول أكثر من 40 شاحنة إلى البلدة. الثوار يسلمون جثتي قتيلين من حزب الله اللبناني مقابل أسير وجثامين 7 شهداء في الزبداني. الثوار يسيطرون على أحد مواقع تنظيم الدولة بمدينة جيرود بالقلمون الشرقي. وقد بث الناشطون خلال هذا الأسبوع مقاطع مصورة متنوعة للأحداث الميدانية والعسكرية، نتابع ما انتخبناه منها.
لحظات دخول الأمم المتحدة إلى بلدة مضايا. ليش خبيتي يا حبيبتي؟ بدك تاكليها؟ لمين خبيتيها؟ ما بدي اكلها. نعم؟ ما بدي. لماما؟ بتحبيها لماما؟ الله يرضى عليكي ما شاء الله. ما بدي اكلها. ليش ما بدك تاكليها؟ لانه على البيت. على البيت؟ اختي وامك. اختك وامك ومين كمان؟ وابوكي بتحبيها؟ الله يرضى عليكي ما شاء الله. وللوقوف على تطورات الأوضاع في دمشق وريفها ينضم إلينا من الغوطة الشرقية الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة في دمشق وريفها يوسف البستاني. حياك الله أخي يوسف. حياك الله. أخي يوسف، بداية لو وضعتنا في صورة التطورات الأخيرة في دمشق وريفها خلال الأسبوع الماضي. نعم سيدي، خلال الأسبوع الماضي شنت قوات النظام وإلى هذه اللحظة حملة عنيفة جدا على الغوطة الشرقية بالطيران الحربي، صواريخ موجهة، القذائف العنقودي التي أصبحت تستهدف مدينة دوما في كل يوم في أقل ما يمكن 5 صواريخ عنقودي في كل صاروخ، هناك من 7 إلى 8 قنابل عنقودي تستهدف المدنيين، تستهدف المدارس. يعني مثلا اليوم منذ قليل استهدفت دوما بصاروخين عنقودي، هناك شهيدين وعدد من الجرحى من المدنيين والأطفال. أيضا منذ عدة أيام كانت هناك مجزرة في مدينة دوما راح ضحيتها 12 شهيد جراء استهداف أحد الأبنية السكنية ب5 صواريخ فراغية أدت لانهياره بالكامل واستشهاد عائلة كاملة. أيضا لدينا هناك يعني في الأسبوع الماضي لدينا شهداء في جميع المناطق في الغوطة الشرقية. البارحة كان هناك مجزرة في حوش الصالحية، لدينا 4 شهداء جلهم من النساء والأطفال، هم نازحين من منطقة العبادي. يعني النظام أصبح يلاحق المناطق التي ينزح إليها الناس ليتم قصفها. أيضا يعني استهدف النظام مدينة مسرابة، استهدف هناك مجزرة في كل من عربين. النظام يعني منذ عدة أيام شن حملة عنيفة على عربين بأكثر من 12 غارة من الطيران الحربي استهدفت منطقة عربين، أدت إلى دمار كبير، إلى عدد كبير من الشهداء. يعني في الغوطة الشرقية يعني نحن نتحدث عن أكبر تجمع سكاني من المناطق المحررة والمحاصرة، أيضا واجب بها 450,000 نسمة هي آخر أحصائية صدرت عن المكتب الإغاثي في الغوطة الشرقية. يعني الوضع مأساوي للغاية، النظام يستمر في استهداف هذه المناطق بجميع أنواع الأسلحة، من طيران حربي، من قذائف، من صواريخ، صواريخ أرض أرض، يستهدف النقاط الطبية، القصف يتركز على المدارس. أيضا الطيران الروسي وهو الأخطر في عملياته الأخيرة التي شنها على الغوطة، فضرباته مركزة أكثر من النظام، استطاع استهداف العديد من النقاط الطبية، العديد من المدارس. إلى هذه اللحظة الأولوية في الأهداف التي يشنها الطيران الحربي الروسي
هي المدارس، وكأن هناك مشكلة مع روسيا والمدارس في المناطق المحررة. يعني البارحة شهدنا مجزرة في عنجارة في حلب راح ضحيتها عشرات الأطفال. وفي الغوطة الشرقية يوميا النظام يحاول، روسيا تحديدا يعني تحاول استهداف المدارس في الغوطة. شهدنا تدمير عدد كبير من المدارس في الغوطة، وإلى هذه اللحظة يتم استهداف المدارس. نعم، يعني في المقابل يستمر أيضا تساقط قذائف الهاون على بعض الأحياء الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في العاصمة دمشق. المعارضة بدورها بشكل دائم تنكر علاقتها بهذا الأمر، وتتهم نظام الأسد بافتعال هذه وبإطلاق هذه القذائف لتشويه صورة الثوار في أعين السوريين في العاصمة دمشق. ما معلوماتك حول ذلك؟ نعم سيدي، يعني الثوار عندما يريدون أن يقوموا بمثل هذا العمل في قصف دمشق شهدنا مثل هذا الأمر، ولكن كان هناك تحذير للمدنيين. يعني عندما قام جيش الإسلام أعلن ذلك علانية أنه سيقوم غدا صباحا بقصف دمشق، ونوه المدنيين بعدم الخروج إلى الطرقات لكي لا يصيبوا. فالثوار لو لم يكونوا حريصين على دماء المدنيين لما يقوموا بمثل هذه الإعلانات بشكل واضح وصريح، وحتى وقتها يعني حددوا المربعات التي سيتم قصفها وأنذروا المدنيين بالابتعاد عن المراكز الأمنية. أما من يقصف مثلا باطومة، النظام تقريبا بشكل شبه يومي يقصف باطومة، القصاع، الغساني، هذه المناطق ذات أغلبية مسيحية مثلا. يعني نعلم الأوتار التي يلعب عليها النظام بشكل مستمر، الوتر الطائفي، الشرخ الاجتماعي، يحاول زرع الأحقاد بين المناطق أن هؤلاء في الغوطة هم سنة يريدون قتل المسيحيين، هؤلاء تكفيريين متشددين يريدون قتلكم وذبحكم. يعني هذه الرواية المستمرة التي يستخدم. أخي يوسف، كيف يتابع أهالي هذه الأحياء الدمشقية ما يجري في هذه الأحياء، وهل يشيرون بأصابع الاتهام فعلا إلى جهات معينة؟ يعني صراحة هناك عدة آراء في العاصمة دمشق جراء هذا الأمر الذي يحدث أصبح بشكل شبه يومي. هناك يعني أحد الآراء تعلم لعب النظام وهي مطلعة على خباثته، ويعني لأنهم يشاهدون الحواجز والتشبيح الذي يجري عليهم بشكل يومي يعني وتعامل النظام، فيعلمون أن يعني ويسمعون المدافع ويرون مدافع منصوبة في قاسيون هي منصوبة باتجاه العاصمة دمشق، ليست باتجاه مناطق يعني أخرى أو كالجولان أو ما هنالك، لا منصوبة من قاسيون باتجاه قلب العاصمة دمشق. أذكر لك حادثة هي مشهورة جدا والنظام لليوم يذكرها، المجزرة التي حدثت في كلية الهندسة المعمارية في الجامعة دمشق عندما تم استهداف المقصف واستشهاد عدد من الطلاب. يعني من كان متواجد في تلك المنطقة لا يصدق رواية النظام أن الثوار أو ما إلى هنالك هم من أو المسلحين قصفوا هذه المنطقة لأمرين نفسيين، القصف كان بالهاون والهاون لا يطول من أي منطقة محررة إلى تلك المنطقة، والأمر الثاني أن اتجاه القذيفة كان من اتجاه قاسيون. يعني الأهالي في العاصمة دمشق من يبحث عن جواب من يقوم بقصف العاصمة دمشق يستطيع أن يجد الجواب. هناك آراء أخرى هي متبنية رواية النظام بشكل أعمى، يسبون على المعارضة، بل منهم وصل من يطالب النظام بحرق هذه المناطق بالبراميل. يعني عندما يسمع سقوط البراميل على دريع يفرح، عندما يسمع أن هناك مجزرة في الغوطة يفرح لأنه يشعر بالانتقام لدمائه. طبعا النظام روض هؤلاء، أصبحوا كالقطعان كالأغنام، ما يقوله النظام يصدقونه مثل الشبيحة. يعني قال لهم مسلحين مسلحين اقتلوا، يعني أطلقوا النار على الناس، أطلقوا النار، فذلك هم كالقطعان. بالحديث عن الوضع العسكري أخي يوسف، بالحديث عن الوضع العسكري يبدو أن الانتصارات تحالف الثوار في منطقة المرج مرة أخرى، وكان هناك تصد واضح واستعادة لعدد من النقاط في جبهات المرج. ما صورة الوضع هناك؟ نعم سيدي، يعني ما جرى البارحة صراحة أثلج صدورنا. البارحة كان هناك عملية مفاجئة للثوار لجيش الإسلام وفيلق الرحمن يعني عمل مشترك في منطقة حتيتة الجرش، وهي المنطقة المجاورة لبلدة المليحة. هذه المنطقة تم تحريرها بالكامل، بقي فقط المناطق يعني المنطقة السكنية في هذه البلدة، المزارع تم تحريرها، تم تحرير مزارع بالا. هذه المناطق محتلة من قبل النظام منذ الشهر التاسع لعام 2014،
يعني تقريبا منذ عام ونصف محتلة من قبل النظام. الآن تم تحريرها، هي عمل مفاجئ كثيرا لقوات النظام. البارحة قوات النظام انهارت، الشبيحة انهارت جراء هذه العمليات. كان هناك عملية التفاف، تم قتل أكثر من 60 شبيح مجمل العدد، هناك جرحى بالعشرات استطاعوا الهروب من الثوار، ولكن وأيضا هناك غنائم، يعني منذ زمن لم نسمع بمعارك شنها الثوار في منطقة المرج واستطاعوا اغتنام أسلحة، ولكن في هذه المعركة هناك اغتنام يعني سيارات محملة بدوشكا، هناك اغتنام مدافع، هناك اغتنام عدد من الصواريخ الألفين التي كانت تجهز لقصف مناطق الغوطة الشرقية، تم اغتنامها مع منصات هذه صواريخ ألفين، أيضا تم اغتنام أسلحة وذخائر وما إلى هنالك. يعني صراحة كانت عملية قاسمة لظهر النظام. الآن المعارك هي في المنطقة السكنية في حتيتة الجرش التي لا تبعد سوى بضع مئات الأمتار عن بلدة المليحة، مدينة المليحة المحتلة. يعني نتوقع أن استمرت المعارك أن نعود ونسمع على الأخبار يعني اشتباكات في بلدة المليحة، وهذا أمر جيد جدا. يعني النظام يحاول التقدم من محور في منطقة المرج البلالية وحرس القنطرة، ليقوم الثوار بعمل مفاجئ في قطاع نظام يعني تركه نائما لعدة شهور. في تلك المنطقة كانت نائمة، لا يوجد لا اشتباكات لا معارك، النظام لا يحرك شيء ساكن في تلك المنطقة طبعا، لأنه يحاول حماية مدينة المليحة. لذلك يعني قام بالمعارك الأخيرة في منطقة البلالية، الآن معارك في النشابية على أطراف النشابية في مطار مرج السلطان العسكري. يعني الآن النظام يحاول شن معارك في ذلك الجانب بعيدا عن مدينة المليحة، يعني في وسط الغوطة تحديدا. الآن الثوار يعني يحاولون فرض معارك جديدة وخطة جديدة لأرض المعركة، ليفرضوا على النظام وقف هجماته التي يشنها بشكل عنيف على محور البلالية، حرس القنطرة، النشابية، حذرمة، هذه المناطق التي هي تعتبر هامة جدا بالنسبة للثوار. الآن يحاولون شد النظام إلى تلك المنطقة التي فرضوا فيها معركة واستطاعوا الانتصار والتقدم أيضا. نعم، يعني رغم برودة الأجواء أخ يوسف إلى هذا الحد الذي نشهده في ريف دمشق، ورغم الغطاء الجوي الروسي الكثيف على مناطق الاشتباكات، إلا أن الثوار فعلا تقدموا حتى فيما يتعلق بجبهات دارية. هل من معلومات إضافية حول ما يجري أيضا في دارية؟ ما يجري في دارية صراحة هو أمر خطير جدا. يحاول النظام منذ عدة شهور السيطرة على المنطقة الفاصلة بين معظمية الشام ودارية تحديدا، يحاول فصل دارية عن معظمية الشام بشكل كامل. هناك شكوك لدى النظام أن هناك طرق سرية أو ما إلى هنالك، يعني هي خطة للتضييق على دارية والتضييق أيضا على معظمية الشام. نعلم سياسة النظام دائما هي التجزيء، تجزيء المناطق وحصرها بشكل كامل. استطاع الثوار في لواء شهداء الإسلام يعني الالتفاف على النظام، أقاموا كمين، تم إعطاب دبابة، يعني من شاهد المقطع هو مقطع بطولي تم تصويره في أرض المعركة، قتل عدد من عناصر النظام. النظام خسر الكثير في هذه المعركة أكثر مما يتوقع، وخصوصا أنه في الأشهر الماضية سمعنا عن إلقاء 50 برميل و60 برميل متفجر من قوات النظام، ليتفاجأ بعدها أن المنطقة التي حرقها بالكامل لا يزال الثوار متواجدين فيها، أنها منطقة يعني ممسوحة، هي عبارة عن ركام فقط. استطاع الثوار بثباتهم وأسرارهم يعني صد النظام وإرجاعه رغم يعني الأسلحة الخفيفة التي يملكونها والدبابات التي حاول النظام الاقتحام بها، ولكن استطاعوا عطب عربة BMW، استطاعوا صد النظام، تكبيده خسائر في الأرواح، وإفشال مخططه الذي يعمل به منذ عدة شهور. يعني هذا العمل الذي قام به النظام هو ليس معركة وحيدة، هو سلسلة معارك يشنها عبر قصف سياسة أرض المحروقة التي نعلم هي سياسة النظام المعهودة. طيب أخي يوسف، القصف العشوائي، القصف الجنوني، بعدها الاقتحام البري، ليفشل الاقتحام البري. نعم، بين الفينة والأخرى نسمع عن اشتباكات بين الثوار وبين ما يسمى بجيش تحرير الشام في بلدة الضمير. ما حقيقة هذا الجيش المسمى بجيش تحرير الشام وما أسباب هذه الاشتباكات؟ صراحة يعني أسباب هذه الاشتباكات تعود يعني لفترة ماضية وعدة أمور حصلت في منطقة الضمير، سنذكرها بشكل سريع. نعلم أن في مناطق قريبة على منطقة الضمير، جبل دكوي تحديدا، استطاع داعش السيطرة على تلك المنطقة. جبل دكوي
هي منطقة مجاورة لمنطقة لبنية. أنظار داعش تتجه إلى مدينة لبنية. لماذا يحاولون السيطرة على المناطق يعني التي تعتبر هي منافذ أو ربما تكون منافذ للغوطة الشرقية، أو كان يوجد بها طرق تهريب يستطيع تحرك عليها الثوار في الغوطة الشرقية؟ ما نعلم العداء الكبير بين داعش والثوار في الغوطة الشرقية الذين قاموا بطرد داعش بشكل سريع، ومخططات داعش في السيطرة على القلمون الشرقي بعد سيطرتهم على تدمر وتلك المناطق. هناك لدى الثوار في ضمير شكوك أن هناك بعض الكتائب مبايعة سرا لتنظيم داعش. يعني تواصلنا مع العديد من النشطاء هناك، ذكروا لنا أن لديهم تصرفات يعني هي قريبة من تصرفات داعش. نعلم ما تسميه داعش، ما هي سياستها، تعاملها، الأسلوب الشرعي الذي تتبعه داعش. لديهم شكوك كبيرة، حصلت عدة مشاكل بعدها، تبين أنهم يعني نوعا ما مبايعين ولا 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 يعني ولا يندمجون مع القرار الجماعي في مدينة لبنير. جرى إرسال عدد من الرسائل إلى هذه الكتيبة، هي كتيبة تتبع لجيش تحرير الشام، أن تخرج هذه الكتيبة من مدينة لبنير لتنحية المدينة من المشاكل، ولكن الكتيبة لم يعني تستمع لهذه النداءات لتبدأ بعدها مشاكل كثيرة. أيضا هذه الكتيبة يعني نقضت العديد من العهود، كانت نعلم أن في ضمير هناك هدنة بين النظام وضمير. نعم، هو أسلوب هذه الكتيبة نقضت العهد. نعم، إذن هو أسلوب تنظيم الدولة في إثارة الفتن في المناطق المحررة. أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في دمشق وريفها يوسف البستاني، كنت معنا من الغوطة الشرقية. شكرا لك. حرب التجويع في الغوطة الشرقية والتي يدفع الأطفال ثمنها الأكبر، ألجأت منظمات مدنية إلى مبادرات تبذل جهد المقل لتوفير شيء من الاحتياجات الغذائية للأطفال، خاصة الحليب للرضع. أدركوني الحملة والمشروع في سياق تقرير مراسلنا منصور أبو الخير. الحصار يولد المعاناة، والمعاناة تولد أفكارا تنتج أفعالا لتخفف عبئا كبير. غذاء الأطفال أحد نقاط المعاناة التي عانى منها أهل الغوطة منذ بدء حصار النظام عليهم. مكتب طب المحافظة منطقة المرج، الغوطة الشرقية، طفل رضيع عمر 3 أشهر، علامات سوء تغذية. المسؤولين الإغاثيين داخل الغوطة وبعد سنة الحصار الأولى وعول أمر إنتاج البديل وإيصاله للأهالي بالمجان لتخفيف معاناتهم، وخصيصا الأطفال الذين يعتبرونهم المتضرر الأكبر في هذه الحرب والتي أصبحت الغوطة تفتقدهم إما بالقصف أو بمنع غذائهم من الدخول. بعد الحصار المطبق المفروض على غوطة دمشق الشرقية الذي لم يسلم منه لا صغير ولا كبير، اتبع النظام سياسة التجويع ومنع الدخول للغذاء وحليب الأطفال على وجه الخصوص منذ ما يزيد عن 3 سنوات. طبعا بعد الحصار ومنذ السنة الأولى زادت حالات الوفيات عند الأطفال نتيجة سوء التغذية وقلة الغذاء، مما جعل المؤسسات والهيئات الإغاثية بالمسارع لإيجاد الحلول. ونحن في جمعية تكافل الخيرية أنشأنا مشروع لإنتاج غذاء الأطفال وتوزيع الحليب المتوفر بقدر الاستطاعة على تأمينه منذ السنة الأولى للحصار. طبعا قدمت الجمعية غذاء وحليب لما يزيد عن 24,000 طفل خلال العام المنصرم على مستوى الغوطة الشرقية. حرب وحصار والمتضرر أطفال لا ذنب لهم، تختلط آهاتهم وصرخاتهم برائحة حليب يتمتع بها منهم خارج أسوار الحرية، وقد يكون ذنب أطفال الغوطة أنهم طالبوا بالحرية. من الغوطة الشرقية، منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم. لكم الله أطفال الغوطة. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.